الحلول اللي وضعت على السكة بعدد من الحكومات السابقة، إلا أنه هالقطاع مترنح، وخصوصا بظل الأزمات الاقتصادية اللي عم بيعيشها هالبلد والمالية، من المازوت للكهرباء وجر. قد ما بدنا نحكي عن قطاع مهم كتير للبنانية، وطبعا لتحسينه، وخصوصا نحن اليوم بزمن بحاجة لقطاع زراعي ولقطاع صناعي في لبنان، وهو اللي بيساعد الدولة على أنه تنهض، وهو كمان اللي بيأمن لقمة عيش لأكثر من المواطنين. خلينا نستفد القطاع الزراعي اليوم نحكي عن أبرز العناوين، وبدي رحب بضيفي معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن. صباح الخير. صباح الخير لك وللمستمعين الكرام، وصباح الخير لكل لبنان. حضرتك كنت زميل سابق لنا، وبعتبر حالي بعدني كمان إعلامي، وبعتبر حالي بعدني موجود، لأنه المهنة الوحيدة في الدنيا التي لا يمكن لك أن تدخليها وأن تخرجيها أبدا، خلص حتفوتي عليها بصير في عشق، هذا العشق المستدام. يعني شو رأيك بالحملة اللي انطلقت من المجلس الاقتصادي الاجتماعي؟ يعني عطونا سكوتكم لأنه بشهر العيد، يعني بتأيد هيك حملات لازم يسكتوا السياسيين تحمل. لأنه بس هني بيتخانقوا مع بعضهم البعض وبيكبوا سم من ورا كلامهم، يعني ما عم بيقدموا لنا شيء إيجابي لهالوطن. ألف تحية للحملة وللست شارل ولكل المهتمين، ولست نايلة تويني. نعم، نايلة تحية كبيرة إلى جريدة النهار. جريدة النهار، وبس نقول جريدة النهار دايما بيحضر بذهننا وبوجداننا الأستاذ غسان التويني، قامة وطنية بامتياز، والأستاذ جبران الله يرحمه كمان قامات وطنية لازم نذكرها اليوم، لأنه حقيقة هذا الوطن يحتاج هذه القامات الوطنية. وأيضا يوجد هنا قامات وطنية حاليا يجب التعويل على دورها. أما فيما خص السكوت، جدا السكوت مفيد، بس أي سكوت حضرتك؟ هناك سكوت إيجابي وهناك سكوت سلبي. عندما نسكت عن قول الحقيقة هذا ما بيكون سكوت أبدا إيجابي. أما نعم، التراشق والتلاسل الإعلامي والشحن اللي يصل إلى حد الانكسار في المشهد، هذا كل الناس ضده، حتى اليوم من في الحكومة ومن في خارج الحكومة يدعو إلى هذا الأمر. يمكن الحملة تقصد هو موضوع التوتير السياسي الذي ينعكس على المواطن اللي أصلا لا يحتاج هموم فوق همه. هذا أولا. ثانيا، نعم، وأنا مع تصفير المشاكل، مش بس بشهر بزمن العيد، بالعكس خلي يكون بكل الأزمان. ليلى حضرتك، نحن نعيش أكبر الأزمات اللي عانيها لبنان، هذا تاريخنا كليته اليوم على المحك، أو منقدر نطلع من هاي الأزمة أو ما منقدر نطلع، أو منكون حقيقة مواطنين نحتاج أن نكون قادرين على مستوى هذا الوطن اللي احنا فيه أو لا. لهلأ يعني بعدنا قاصرين. إيه للأسف، ومش بس حضرتك اللي من في السلطة، لا اليوم من في السلطة ومن خارج السلطة، لأنه الدور مركزي وأساسي اليوم للناس اللي عم تشوف من بعيد، عم تراقب وعم تحاول تقوم أي اعوجاج. وبالتالي من هنا أنا أدعو أن يكون المشهد متكامل لمرة واحدة، وخلي يكون الحسابات السياسية بعيدة، خلي يكون الحسابات الضيقة بعيدة، لنكون قادرين على تحمل المسؤولية. لأنه ما بخفيك حضرتك، أي يوم شخص متألم في كسروان هو نفس الشخص، حتلاقي مرجعيه نفس الألام وببعلبك الهرمل بعكار. وبالتالي هذا الألم عابر للطوائف، عابر للأحزاب، عابر للمعارضات، عابر للمن في السلطة. لا يمكن لنا أن نغمض عينينا عن هذا الكأس المرير اللي عم نتجرعه نحن. نعم، يجب السكوت، ويجب أن تبرد النفوس، أن تبرد العقول، وأن يكون هناك حكمة لدى من رؤوس حامية حتى تصل الأمور إلى خواتيم. وما بخفيكي، لا يمكن لنا اليوم أن نستمر بهذه الطريقة، هناك جرعة أمل كبيرة نأمل خلال الأيام القادمة. شو يعني من وين نابعة جرعة الأمل؟ من اتفاقات نحن كل حقيقة. يعني اليوم مثل ما سمعت استاذ شارل عربيد، نحن قصتنا خارجية، نحن قصتنا إقليمية دولية، نحن تسويات، ما بتزبط قصتنا إلا بتسويات. هلا أنا مع احترام شديد استاذ شارل العزيز، ونحن نحترم ونقدر الجهود وأفكاره، ولكن لا، اليوم الأزمة داخلية بامتياز حضرتك. لا شك الارتداد الإقليمي والدولي موجود على الطاولة، ولكن الأهم والأصح أنه فيما لو رتبنا ملفاتنا الداخلية نحن كلبنانيين، أعتقد أن الخارج يصفق لنا. أما عندما نكون أبوابنا مشرعة على أي أحد داخل وأي أحد خارج، وأي أحد يضع الأصبع مطرح ما بده، فبالتالي لا، نحن منكون عم نقدم هدية ثمينة لكل الإقليم بغض النظر
اليوم معطل إحنا. اليوم يعني معطل جلسات مجلس الوزراء في فريق سياسي معطلة، يعني أو بيصير هيك أو منعطل جلسات مجلس الوزراء. معالي الوزير، أي متى رح ترجع الجلسات؟ وحكيت عن ضوء أمل يعني بسياق حديثك خلال الأيام المقبلة، يعني في جلسة مجلس الوزراء فينا نقول الأسبوع المقبل مثلا. حضرتك لنشرح المشهد اليوم والأزمة، نحن ما نحكي سياسي كتير بس انه على بالعكس على الهامش، لا بالعكس، اصلا لا يمكن للزراعة ان تكون فاعل اذا بدون ما يجتمع مجلس الوزراء وبدون مشاريع تتنهض بالقطاع الزراعي. لا برجع بقول لحضرتك، اليوم المشهد السياسي لا شك هناك ازمة، هذه الازمة يجب ان تحل، هناك معضلات أساسية يجب أن تحل مرة واحدة. مشكلتنا حضرتك بالمشهد السياسي اللبناني منذ 40 سنة حتى اليوم دايما كنا نشتغل على القطعة، دايما منطفي الأمور النار بس مرحليا. لم نعمل على أن يكون هناك حلول جذرية، لم نعمل على قوننة الأمور، لم نعمل على أن يكون التسويات هي تسويات مستدامة. لذلك حضرتك التحالفات بتشوفيها بتبرم كل يوم، في عنا تحالف صديق اليوم عدو الأمس. أوكي هاي سياسي، ولكن هذا مش منطق أبدا في السياسي أن تصل الأمور إلى هذا الحد. إلى هذا الاحتراب أنا بسميه. لذلك من يتحمل المسؤولية؟ الجميع، الجميع سيدتي، الجميع اليوم، حضرتك وأنا كل الناس اليوم مسؤولة. بتعرفي ليش؟ لأنه أي حدا اليوم عم يتخلى عن مسؤوليته والمخصني. مين معطل مجلس الوزراء؟ برجع بقول لحضرتك، معطل مجلس الوزراء هو لا يوجد الذهنية التي تتوافق عليها كافة الأفرقاء، بمعنى اليوم نحتاج عمل حكومي حقيقي يقوم على أسس، هذه الأسس المدماك الأساسي والعمود الأساسي فيها هو استقلالية القضاء. بسأل حضرتك، حضرتك إعلامية وأنا قلت لك تحت الهواء أنا من عشاق صوت لبنان وصوتك بالتحديد، برأيك اليوم القضاء بخير؟ بس عم بسأل حضرتك، فيك تجاوبيني؟ يعني اليوم طبعا يعني القضاء منه بخير، في قضاة شرفاء نشوف حالنا فيهم وفي قضاء هم هيمن عليهم السلطة السياسية. فإذا السلطة السياسية هي ممنونك أنا اللي عم تاكل من كل القطاعات وعم تكون مهيمنة مش بس على القضاء، على النقابات، على كل مفاصل الحياة. بس اليوم كمان يعني في أحزاب بتفرض رأيها على مجلس الوزراء، بتنحل كل الأمور داخل جلسات مجلس الوزراء، أو أنا بصير مثل ما بدي أو بعطل جلسات مجلس الوزراء كمان. يعني هيدي خلينا نجزئ بس لحتى هلا نحن عم نحكي زراعه، يعني خلينا نختم يلا اخر لانه الناس ناطرتك تحكي زراعه. لا شك اليوم برجع بقول لحضرتك القضاء المستقل هو مدماك اساسي لبناء اي دوله. نحن طالما قضاءنا بألف خير صدقيني كلنا بنكون تحت القانون. عندما نقول قضاء نقول انه عدم المساس بهذا الامر، وبالتالي عدم تسييس اي قضيه مهما كانت صغيره ومهما كانت كبيره. طب مش عم بيخلي يكون القضاء بألف خير؟ مش الاحزاب السياسيه؟ لك هذا التعميم سيدتي صحيح، الاحزاب كل الاحزاب فينا نقول انه مش منيح، وفينا شايف اللي يعني مش كل الاحزاب، الاحزاب اللي هي مسيطره واللي هي حاكمه عم نحكي. يعني هلا حضرتك عندك رؤيه، هلا البيضه قبل الدجاجه ولا الدجاجه قبل البيضه؟ هيك صار بعض لا لا بالعكس هيدي صارت القصه. يعني كمان بيقول لك كمان حضرتك لا تجادلوا اهل الكتاب باي معنى، بمعنى كل واحد عنده افكاره لازم، بس كمان يجب ان نصل الى حل. نعم كيف وصل. بتشوف الحل لازم يكون الحل بسيط، يجب ان الجميع يقعد على الطاوله، يجلسون على الطاوله، خطوه الى الامام، تخفيف هذه الحديه وهذه العنجهيه السياسيه، وبالتالي تتحلحل الأمور صدقيني. نعم نعم نعود إلى الزراعة. نعود إلى الزراعة على عقبال ما يعودوا إلى رشدهم، يعني اللي معطلين الدولة كلها. هلأ مبسوط منك أنا، المعطلين أن يعودوا، لأنه بس نقول بنعمم يعني بكون عم تصيب كل الناس بسهل. نعم. نعم على كل حال اليوم القطاع الزراعي، نعم. يعني جيت من خلفية إعلامية على قطاع كتير بده شغل، وهالقطاع طبعا يعني مرت عليه وزارات عديدة وكان في حلول وما انعطت. يعني حضرتك استلمت وزارة الزراعة وعملت برنامج عمل، شو أولويات كان هالبرنامج عندك للمزارعين اللي عم تكبر معاناتهم من انقطاع مادة المازوت إلى انقطاع الكهرباء إلى مشكلة التصدير مع الدول الخليجية وبحث عن أسواق جديدة وما بتكفي طبعا هالأسواق، لأنه عندك 50% و60% من نحن انتاجنا يصدر إلى الخليج. اليوم يعني حضرتك جيت على وزارة مطلوب منها كتير، شو كان برنامج عملك وشو أسست يعني أهم شيء بهالبرنامج أو العناوين البارزة بهالبرنامج؟ حقيقة توصيفك بمحله، وزارة الزراعة تدفع ثمن 40 أو 50 عام مضوا من التهميش. التهميش لأنه لم يكن أحد في المشهد السياسي منذ 40 عام إلى اليوم ينظر إلى الزراعة كأولوية،
بل كانت هامشية بامتياز. وبالتالي والدليل ومصداق القول هو أنه كانت دائما موازنة وزارة الزراعة هي موازنة شركة خاصة موجودة بأي دولة عربية أو دولية. نعم اليوم القطاع الزراعي يعاني كل ما تفضلتي، ولكن نعم. الأساس في المعاناة هو ندرة المياه مع متفرعات هذا الأمر، هو الإرشاد والتوجيه. ثالثا موضوع تحسين القدرات لدى المزارع من خلال البذور، من خلال التسميد الصحيح، من خلال وضع المبيدات الصحيح. ورابعا والأهم هو التسويق. لنحكي وحدة وحدة حضرتك، اليوم الأولويات هي بتبلش إلى أي مدى نحن قادرين على أن نؤمن الطاقة والكهرباء بشكل تحديدا في سبيل أن يكون هناك مياه مستدامة لهذا المزارع. هذا واحد. اثنين، إلى أي مدى نحن قادرين كدولة لبنانية على الاستثمار بكل نقطة مياه موجودة لدينا من أنهار وجداول، وبالتالي نستثمرها في القطاع الزراعي. ثلاثة والأهم حضرتك، في بعض المناطق لا يوجد فيها أنهار كافية، إلى أي مدى نحن زارعين حاطين خطة تزرع برك شتوية مثل كل دول العالم؟ هودي كلهم مع بعضهم إذا مشيناهم بنفس الطريقة بكل على مساحة هذا الوطن نكون نضع أسس ولبنى أساس في هذا القطاع. لا شك اليوم الدولة مأزومة ماليا، هناك دول، هناك هيئات مانحة تدعم، هناك جدية بتكفي؟ طبعا بأي معنى بتكفي حضرتك، اليوم يجب قوننة هذا الدعم. منذ سنتين إلى اليوم كان هناك دعم، والجميع هناك فورة لدى الدول الأوروبية، لدى الاتحاد الأوروبي تحديدا، لدى الولايات المتحدة الأمريكية، لدى الدول العربية، لدى كل الدنيا بما فيها الهيئات الدولية والمنظمات تريد أن تساعد لبنان بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص. لأنه حضرتك يمكن نذكر بالإعلام ومر مرور الكرام أنه لبنان حتى الآن مهدد أنه ما يقارب 40% من سكانه قد لا يصلون إلى المواد الغذائية اللازمة، وهذا إن دل على شيء يدل أننا نحن نؤسس إلى مجاعة حقيقية. إن شاء الله لا. هيدي الهيئات إجت حضرتك وبلشت فلشت وصارت تعتمد على الجمعيات الأهلية والهيئات التي تعمل معظمها بقلب منفتح، بوطنية، بهمة. شو وصلنا للزراعة؟ هذا السؤال حضرتك بتلاحظي أنه صار في فوضى في المشاريع. يعني منطقة واحدة في أربع برك، منطقة واحدة في نجيب. مين مسؤولية مين؟ مسؤولية غياب الدولة، لأنه أصلاً كانت يراد للدولة أن تغيب في تلك الآونة من سنتين إلى اليوم، لأنه كان يراهن. طب هي مش مسؤولية وزير الزراعة؟ اسمحي لي بس حتى أقسم لك لوصلك على كان يراهن أنه أن يكون هناك هذا النظام يجب أن يسقط. نعم. هذا النظام مترهل فاسد وبالتالي يجب أن يكون هناك بديل. هذا البديل هو هذا المشروع. هذا المشروع لم ينجح سيدتي الكريمة، لا لأنه غير قادر، بل لأنه غياب التخطيط وغياب المنهج. مين مسؤولية ما اليوم في عنا استراتيجية زراعية وضعت للخمسين سنة لقدام 2050؟ طب مين يعني من وضعت هذه الاستراتيجية؟ بعد أن أتت هذه الحكومة سيدتي الكريمة جينا اشتغلت. أنا قلت له لا، نحن بابنا مفتوح للجميع من يريد أن يدعم، ولكن يجب أن يكون شركاء في التخطيط والتنفيذ. هذا الأمر يؤسس إلى قوننة كل ما يأتي من الخارج في سبيل دعم المزارع اللبناني والمواطن اللبناني يجب أن نكون شركاء فيه. هون حضرتك منقول للخارج لكل الدنيا نحن دولة، لا شك نتهم أنه في فساد معين، ولكن صدقيني يوجد كادرات في الإدارة اللبنانية ممتازة جدا جدا جدا، ولكن تحتاج تأطير ومنهجية علمية في سبيل الدفع باتجاه أن يكون هناك ثقة ما بين المواطن وما بين الدولة اللبنانية والإدارة وما بين الدولة والإدارة وبين الخارج. أما نعم. بتقولي لي الاستراتيجيات، أنا فيني أعمل استراتيجية 100 سنة، ولكن العبرة في التنفيذ سيدتي. اليوم طيب ليش ما تنفذوا؟ لا بالعكس، يعني اليوم بلا هلا ما نحكي على مواضيع اليوم كتير. يعني اليوم حضرتك دخلت على وزارة. نعم. هلا يعني بتقول مش منتمي لحدا، بس نحن كلنا بنعرف يعني طبعا هي سمتك حركة عمل. لا مين قال مش أنا أنتمي؟ بالعكس أنا أنتمي إلى الوطن، أنتمي إلى مدرسة الإمام الصدر. نعم. اسمحي لي، مدرسة الإمام الصدر حضرتك تنتمي إليها. نعم. لأنه أكثر رجل دافع عن نهائية هذا الكيان ووطنية هذا الكيان هو السيد موسى الصدر. إيه بس سؤالي. نعم. هوني أنت استلمت من زملاء. نعم. لك نعم. نعم. زملاء طبيعي. شو تركوا لك؟ شو أخذت منهم؟ بدي شكل. يعني نعم شو تركوا لك؟ يعني اليوم وزير بيجي على الوزارة. نعم. يعني بيكمل ولا كل وزير بيجي بصير نقول بدنا نخطط وبدنا نعمل؟ لا أبدا. مع التخطيط يعني لازم يكون ماشي. وهذه إشكالية الإدارة وإشكالية اليوم المفهوم الدولي عنا. نعم. يعني يجب أن يأتي الوزير ليكمل، وأنا هذا اللي حقيقة شفته، وجدت مشاريع ممتازة
الجهازي للوزير بس ما مشيت قبلها بنحكي عنها ما مشيت كله ماشي ارجوكي شو اللي مشي مثلا بعدد لك هلا بعدد لك وايضا كل الوزراء الذين تعاقبوا على هذه الوزاره اسسوا ولكن هل كل الخطط التي وضعوها نفذت بالكامل اكيد لا طيب وين وين غرف الزراعه المستقله وين السجل الزراعي وين المصرف الوطني للانماء الزراعي وين المؤسسه العامه للضمان الزراعي من الكوارث طيب. في عناوين كثير انطرحت طيب. بس طيب. ما تحقق فيني كفي وحده تفضل وحدي. تفضل هلا بدنا نكفي بس بعد الموجه يلا بس تك اليوم كل اللي قاموا فيه الوزراء مشكورين كان ممتاز ولكن لا يكفي لا حضرتك لانه بلشت انا حديثي نحن نعاني من 40 عام من القهر في وزاره الزراعه 40 لانه عام. الموازنه ما كانت مش بس هيك تهميش حضرتك لانه كنا نحن نعتبر انه السياحه والقطاع المصرفي نحن بغنى عن كل الدنيا لانه كان سويسرا الشرق وهذا فعلا انا لا لا لا, لا, لا اكون ضد هاي الفكره ابدا ولا يمكن لانه كان اللحظه السياسيه تحت ذلك اما اليوم ابدا حضرتك بعطيكي مثال بس ليش مهمشه يعني ما اليوم اللي استلمت وزاره الزراعه يعني القوى السياسيه اللي استلمت وزاره الزراعه هي مستلمه البلد كله مش الفكره مدام شو مش الفكره وين الفكره تحديدا الفكره حضرتك انه الموازنه اصلا التي تعطى لوزاره الزراعه كانت تعادل تقريبا موازنة مجلس إدارة في دولة عربية أو دولة وهل هذا يكفي؟ لا طيب سؤال صغير حضرتك بدائل الأحمر بدائل الأحمر برأيك الزراعة بخير من 40 سنة لليوم؟ أبدا مش هيك طيب اتجهوا على زراعة الحشيشة يعني الممنوعات لحتى يبقوا موجودين بالأرض كنا بالهندي لحتى نرسخ هاي الناس ونعزز صمود أهالينا إن كان في دائل الأحمر أو في مضاق نعم طبعا. بدنا نحكي عن زياراتك بدنا نحكي عن شو رحت شو أخذت معك على الأردن وشو جبت معك من الأردن بدنا نحكي يعني كيف اليوم يعني عم تبحثوا على أسواق أخرى توازي على الأقل لتصريف إنتاج المزارعين اليوم في انتاج في كساد للمزارعين بالسوق اللبناني مع انه الاسعار يعني مش كثير عم ترخص مع انه انا اتصلت بالنقابات الزراعيه وقالوا لي نعم ايه طبعا لمراقبه وزاره الاقتصاد وعم تشتغلوا سوا وعم تشتغلوا مع وزاره الصناعه اصدقائي المستمعين نسمع موجز لاخر واهم الاخبار ومنتابع مع ضيفنا اليوم وزير الزراعه عباس الحاج حسن لبنان ما بيموت وسوا منرجع البسمة للبيوت والمكاتب نبني اللي تهدم بأسرع وقت وأفضل الأسعار مع A to Z إعادة تأهيل المنازل والأبنية وكل أنواع التصليحات ألومنيوم، زجاج، PVC، واجهات، أبواب، بطون، بلاط، طرش ودهان بالإضافة إلى التنظيف A to Z 01-259-259 و70-341-555 مرحبا معكم فهد الخطيب كرة السلة شغفي ترفت من خلال المثابرة وتطوير التقنية ودعم المتخصصين حتى صرت دالبانيز تايجر وسعت أعمالي ودخلت مجالات جديدة ونجحت CFI بتشارك عزيمة فادي وبتدعم كل طموح وبتسهل لك الوصول للأسواق المالية العالمية مع خبرة أكثر من 23 سنة CFI ثبت خطواتك CFI مرخصة من قبل مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية التداول ينطوي على مخاطر عالية بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة تنظم شركة نخال بالتعاون مع طيران الشرق الأوسط وبيجاسوس إيرلاينز رحلات مباشرة إلى تبليسي في جورجيا وإزمير في تركيا مع خيار واسع من أفضل الفنادق بأفضل الأسعار رحلات سياحية، أسواق الميلاد، استثمار، كازينوهات وإمكانيات الحجر للمتابعين إلى السعودية لمزيد من المعلومات نخال 01-389-389 أو نخال.com موجز للأخبار من صوت لبنان ميقاتي في بعبدة للقاء عون العائد من الدوحة رولا الطبش لصوت لبنان أؤكد للرئيس عون أن مجلس النواب بأكمله ينتظر اليوم الذي ينتخب فيه رئيسا جديدا وأخشى ضرب الانتخابات النيابية فتح صناديق الاقتراع لانتخابات نقابة المحررين في مقر الاتحاد العام وباب الترشيح أقفل على 28 مرشحا الكتائب حملات حزب الله على الكتائب ورئيسه لن تسكت الحق وستواجه بما يناسب
مستشار رئيس دولة الإمارات للشؤون السياسية أنور قرقاش، الإمارات ستواصل دعمها الإنساني للبنان. البيت الأبيض لا توقعات بشأن لقاء بايدن مع بوتين. كندا تحظر دخول مسافرين قادمين من 10 دول ومن بينها بلد عربي. اليابان تسجل إصابة جديدة بأوميكرون، كما تسجيل أول إصابتين بالمتحور في نيجيريا. بوريس جونسون يتعهد ببذل كل الجهود لدعم حملات إعطاء جرعات معززة ضد أوميكرون. نقطة على السطر صوت لبنان القطاع الزراعي، ومعنا ضيفنا معالي وزير الزراعة عباس الحاج حسن. بدي أطلب من كل الأصدقاء المستمعين وخصوصا المزارعين اللي عندهم طلبات كتيرة وبيتواصلوا معنا ببرنامج نقطة على السطر، نحن بكارثة. فاللي عنده أي سؤال يتواصل معنا على أرقام تليفونية صوت لبنان 01-205-511-01-325-555 خلوي 76-611-005 وعبر الواتساب على 76-611-001. وزير الزراعة بس الحاج حسن مجددا صباح الخير وأهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. رح ننطلق من المواضيع الساخنة هلأ اللي احنا بكارثة، مين مسؤول عنها؟ يعني اليوم كلفة بالزراعة عم نحكي، كلفة الانتاج عالي، مستلزمات على الدولار، وقت اللي كان لازم يعني ينفرض دعم هالمواد الأولية المستلزمات والأدوية من دعمت، فضرروا المزارعين، ضررت الزراعة، خف الانتاج، طارت الأسعار، لا المزارع بغير ولا المستهلك بخير. شو عم ينعمل بهالنقطة تحديدا؟ حقيقة هذا الأمر مربط الفرس. اليوم كلفة انتاج عالية، الأسعار عالية، قدرتنا على التنافس في الخارج شبه معدومة، وبالتالي هذا يشكل معضلة أساسية وحقيقية. شو الحل؟ الحل يجب تجزئة المشكلة، لازم نشتغل وحدي وحدي. يعني أولا موضوع الدعم، أصلا آلية الدعم اللي كانت مطروحة كانت غلط بالمطلق، يعني لم تصب من المزارعين الذين يستحقون 2%، وبالتالي هذه مشكلة ومعضلة. مين انها 2%؟ 2% يعني؟ هني هالمزارعين المعترين اللي يمكن محظوظين قدروا وصلهم هالدعم، ولكن في 85-95% لم يصلهم الدعم. أنا لا أتحدث اليوم شعارات، ولكن هذا واقع، وبدليل أنه هذا الدعم اليوم بكل القطاعات مش بس بالزراعة حضرتك، اليوم لم يستهدف، لم يصب القطاعات تماما، وبالتالي الناس المرتاحين كانوا عم يستفيدوا من الدعم، والناس المعطلين المحظيين، يعني المحظيين اللي محسوبين على القوى السياسية. مش بس قوى سياسية حضرتك، واحد مثلا بيقبض 10,000 دولار وبيشتري تانكة البنزين مثل واحد ما بيقبض ولا ليرة، طب هذا لانه مدعوم سياسيا ولا شيء، ولكن هيدي طبيعة الحياة هيك، وبالتالي كان يجب أن يكون هناك سياسة دعم حقيقية تستهدف الناس التي تحتاج. هلأ انسى هيدا المكان مكان اليوم المزارعين كيف بدهم يزرعوا سعر تنكة المازوت تماما اليوم. هل قد مرتفع؟ وزارة الزراعة أضع أنا نصب عيني هدف استراتيجي أتمنى من كل قلبي أنه يتحقق مثل ما أنا شايفه. نعم. نحتاج استدامي للمياه في لبنان من خلال أن يكون هناك لكل مشروع زراعي صغير لصغار المزارعين، نبدأ بصغار المزارعين، أن يكون هناك طاقة شمسية تؤمن الطاقة الكهربائية خلال النهار 12 ساعة، ويمكن ساعتها سقاية المزروعات بشأن بأريحية. هذا الأمر يريح المزارع، يريح أيضا المستهلك، لأنه كلفة الإنتاج بتقل، لأنه السعر بيصير مقبول بالنسبة للمستهلك، وبالتالي أيضا قدرتنا على التنافس في الأسواق العربية الإقليمية العالمية بتصير أقوى، وهذا الأمر يعزز الدورة الاقتصادية بكاملها. هلا بتقولي لي كيف بدنا نجيب نحن مصاري لهذا المشروع؟ هذا المشروع يستهدف ما لا يقل عن 75,000 مزارع على مساحة الوطن، من أعالي عكار إلى المقلب الآخر من الحرمان بعلبك الهرمل، وصولا إلى حصبية، وهذا الامتداد على هذا الشريط الساحلي. من وين تمويل؟ التمويل عندك الفاو، عندك المؤسسات اللائقة الدولية اللي أصلا عم تدعمنا، عندك بعض الدول التي الآن أي متى رح يصير واقع؟ بلشنا يعني من هول 6 شهور لازم نبلش ننفذ حضرتك. ليه؟ لأنه الأساس بالموضوع أنه نحن عم نطرح فكرة أصلا يحتاجها المجتمع الدولي، لأنه اليوم بتعرفي تغير المناخ والاحتباس الحراري هم يؤرق خاطر كل الحكومات في العالم، وبالتالي نحن نضع الأصبع على الجرح ونقول حتساعدونا، لأنه نحن أيضا حنساعدكم من خلال التخفيف من الاحتباس الحراري. هذا الأمر يحتاج
الإضاءة عليه بالإعلام، الإضاءة عليه من قبل الوزارات المختصة، أنا ما بخفيكي يكون يعني بتصرف كل المزارعين اللي عم يسمعونا. نعم. وأضف إلى ذلك حضرتك، نحن كمان بدنا نعمل توعي، بدنا نعمل يكون جهد وطني عبر الإعلام، وهذا اللي بدي أرجع فيه للبداية اللي حضرتك قلتيها، إنه قدام قصرين كلنا بالزراعة، كلنا مقصرين بالزراعة. نعم. بس كيف بدنا نحصل، يعني كيف بدنا يحصلوا المزارعين على الدعم؟ هيدا بيت القصيد. خلينا ناخد اتصال، وعنا حسن ديب الجنوب، مين معي على الخط؟ ألو، صباح الخير. صباح الخير، تفضل. قبل كل شيء بدي حيي معالي، لأنه معروف معالي بكياسته وبسيرته الكتير ممتازة ومحبة الناس له. بس أنا بدي أقول، قال له في مثل، كان بيي كان يجبر المكسور، قال له بيي كان يجبره قبل ما ينكسر. اللي صار خلال فترات طويلة من الزمن على وزارة الزراعة، أكيد اليوم النتائج اللي عم يشوفها هي مش وليدة اليوم، ويتحمل مسؤوليتها للأمانة كل اللي تعاقبوا على الوزارة. وكل واحد بيقول إنه موازنة وزارة الزراعة هي قليلة، مش هو السبب الأساسي، بدليل إنه هناك مشاريع رديفة لا تدخل عبر الموازنة. هاي المشاريع الرديفة كانت للأسف كان فيها سرقات على مستوى كتير كتير عالي. إذا ما بدي أحكي بس بقول مشروع العلاف، إذا ما بدي أحكي بس بقول مشروع مراكز جمع الحليب اللي اندفع عليها ملايين دولارات، واللي كانت فيها حول 12 مركز على مستوى لبنان. أنا متشكر سماعكم الآلي، ويعطيكم العافية. شكرا لك. شو تعليقك؟ صباح الخير أستاذ حسن، يعطيك العافية وشاكر كل كلمة قلتها. نعم، لا شك أنه الجميع يتحمل مسؤولية، بالتحديد اليوم. بس نقول أنه موازنة وزارة الزراعة لا تكفي، هذا ما بيعني أنه يبرر أنه التقصير، لا أبدا. بس كمان بالمقابل حضرتك، نحن يجب أن لا نظلم من تولى المهمة في وزارة الزراعة، عملوا على قدر ما يستطيعون. ولكن برجع بقول لحضرتك، الاشتباك في مكان ما والتداخل في مكان ما والترهل في مكان ما كان يدفع بهذا الاتجاه. نعم، مشروع الأعلاف حتى الآن معضلة أساسية. اليوم كيلو الدجاج في السوق، اليوم البيض، هذا الغلاء اللي عم نشوفه، الأسعار العالية، ليش العدس؟ وقبل العدس خلينا نحكي على الموضوع الزراعي تحديدا، موضوع السروي الحيوانية. هذا الأمر لأنه الأعلاف عالية جدا ومدولرة، وبالتالي ينعكس قطعا على المربين، كان مربي الأبقار أو مربي الدواجن. بس هذا لا يبرر أبدا أن يصل المستهلك أن يشتري اليوم كيلو اللحم أو كيلو اللحم الأبيض أو الأحمر بهذا السعر العالي جدا. حقيقة يجب أن نضع آلية. اليوم وزارة الاقتصاد نعمل بشكل ممتاز، نحن وزارة الاقتصاد يجب أن نعمل أيضا مع وزارة الصناعة لحتى يكون في شراكة حقيقية. وأنا بحيي وزير الاقتصاد ووزير الصناعة من صوت لبنان، وبقول أنا حتى أوجه نداء إلى كافة الوزارات التي يمكن أن تساعدنا في هذا الإطار، أن يكون هناك اجتماعات دورية أسبوعية بين لجان بدأنا بالعمل عليها لحتى نوصل لسعر مخفض، لأنه المستهلك اللبناني أولا وأخيرا حقيقة محسن جدا أنك تنزل ويقول لك حدا بالشارع أنا حط البطاطا اللي هي كانت قوت الفقير ما عم أقدر أشتريها. نعم، يعني على كل حال بس لنمرق على الهامش أنه نعم الوزارات السابقة يعني واللي تعاقبوا على وزارة الزراعة بيتعملوا جزء كبير من المسؤولية، لأنه وقتها انكتب ونعرف أنه كانوا المحظيين هني يحصلوا على الدعم، وغير المحصيين ما يحصلوا على شيء. على كل حال معالي الوزير، السؤال وين كان القطاع الزراعي لو أنه أقل من مليار دولار من الأموال صرفت بالطريق الصحيح والهادف؟ ما كان بيصير وضع المزارعين والعائلات الريفية أفضل، وخصوصا المهمشة؟ يعني ما كان الأجدى أنه العمل على توطين المزارعين بأراضيهم يعني بدل ما يزيد معدلات الفقر بالمناطق اللبنانية؟ يعني اليوم هيدا قصة الدعم بيتحملوا مسؤوليتها الوزارات السابقين كمان. طيب، كيف صرفت الأموال؟ نعم. على الكاجو وعلى النسكافيه بدل ما يدعموا المزارع. هذا الدعم اللي حكينا عنه، الدعم الغير المفيد. نعم. أنا بس بدي أقول شغلي، نحن اليوم نعم، صحي أن نجدد الزيت، بس مش صحي أن نضل واقفين بمطرحنا. لا طبعا، بس نحن خلينا نقول أنه قبل ما كان القطاع اليوم شو فينا نعمل. طبعا نعم. هذا بيأكد أنه قدي نحن مقدر ننجح بس نشوف أخطائنا. نعم. وقدي نحن بس نوصف الواقع بحقيقته قدي نقدر ننجح.
اليوم برجع بقول لحضرتك، نحن عنا أكثر من ملف لازم نشتغل عليه. موضوع تأمين المياه بما فيه الطاقة وندرة المياه، هذا بدنا نشتغل عليه كثير. البرك يعني كيف بتأمنوا مياه؟ إنه استحداث برك جديدة. طبعا البرك بلشنا فيها، الهيئات المانحة صار في بالبقاء عدد من البرك، وفي أيضا امبارح أنا كنت بمناطق في أعالي جبيل شفت برك ممتازة جدا تنفذها أجريكال. حقيقة أتمنى أنه هذا الأمر وهو مدد المشروع لحتى يطال أكثر مناطق لبنانية، وأيضف إلى ذلك الخيم الزراعية وكيفية استفادة من المتساقطات في هذا الإطار كمان مهم حضرتك، لأنه لبنان نسبح على بحيرة من المياه ولا نستخدم ربع الثروة المائية عندنا. عملنا صدود ضيعنا الأموال عليها وما مش الحال منشفة. نعم. على كل حال في اتصالات كتيرة مع الوزير، خلينا ناخذهم. مين معي؟ ألو، صباح الخير. صباح الخير يا هلا. بس أنا بتقول لمعالي الوزير، اليوم نحن بلبنان بقطاع الزراعة حقا بالأولوية الأمور، ما بدنا دعم، بدنا تنظيم لقطاع الزراعة. اليوم ما في تعريف رسمي لمزارع عنا بلبنان، بالنسبة ما في تنظيم لتصريف المحصول الزراعي. يعني تصريف المحصول الزراعي شو هو؟ تسويقه، تخزينه أو تصنيعه. وزارات الزراعة واللي تعاقبوا على وزارة الزراعة ولا مرة اهتموا بأي من هدول. يعني نحن اليوم عم نلعب أمار بتصريف المحصول الزراعي من خلال التسويق، ونحن بنعرف علاقتنا مع دول الخليج، والتخزين صار في مشاكل كتير، ما عم بيصير في استحداث لتكنولوجيا التخزين، والتصنيع الزراعي كل واحد بيغني على مولاه على مواله. وملاحظة أخيرة بالنسبة للطاقة الشمسية، معالي الوزير، السقاية بتصير خلال النهار، وما حدا في يسقي باستعمال الطاقة الشمسية خلال النهار، لأنه بتحرق المحصول إذا بتسقي بحرارة كتير عالية. وإذا بدك تستثمر بالطاقة الشمسية، المزارع الصغير ما في يستثمر لأنه كلفتها كتير عالية، وحتى يعمل بريك إيفن بده سنوات عديدة. يمكن ما سمعتنا حضرتك، خلي معنا على الهواء إذا بتريد، بدي حييك. بس أبلش من الآخر، أنا عم بقول أنه اليوم الهيئات المانحة لن تكلف فلس واحد للمزارع اللبناني، وبالتالي يقام مشروع قائم بحد ذاته لكل مزارع، وطبعا بده يكون في خزان. حضرتك انا مزارع وبعرف تماما انه في شهر اب اذا سقيت الزراعات عند الظهيره ممكن تكون تؤثر سلبا للاكيد، ساعتها بنخزن احنا وبالليل بنسقي. حضرتك هذا اولا. اما عن التخزين وعن التصنيف وعن التسويق، صحيح التخزين جدا في معضله فيه، لانه اصلا نحن نحتاج بعد ايضا برادات كثيره. وفتح لي مزدوجين حضرتك، ادعو الضابط العدلي اليوم وكل الهيئات الرقابه ان يكون هناك كبسات بالدارج على هذه الاماكن، لانه اليوم بالتحديد انا وجهت كادرات وزاره الزراعه لحتى نعمل احصاء بالبرادات قد ايه في بطاطا. وحقيقه هذا الامر انا بوجه نداء هلا لوزاره الاقتصاد، لمعالي الوزير ولسعاده مديرنا محمد ابو حيدر، أن يكون هناك توجيه بهذا الإطار، لأنه في بعض الاحتكار بين مزدوجين. أما التصنيف حضرتك، نعم هذا التصنيف مسؤوليتنا جميعا. أما فيما خص عم تقول أنه اليوم نحن عم نعمل لعبة قمار، لا أبدا، نحن لعبة القمار كانت حقيقة بس كنا حاطين بيضنا بسلي واحدي. أما نحن بس نفتح على اليوم نحتاج أن نستهدف أسواق المغارب العربي وأسواق دول كنا نعتبر نحن بفوقيتنا أنه ما بيسوى نتعاطى معها، هذا بالعكس، هذا نحن نرسم استراتيجية مستدامة لحتى نوزع تفاحنا وعنبنا ونجصات تعولنا. لنشوف وين صرتوا هلأ. أنا بدي أشكرك كمان. خلينا ناخد اتصال آخر. مين معي؟ صافر. يا هلا، تفضل. معكم واطن هذا مدام من شي شهر تقريبا، انا ما وقفت فيها انه تذكرت علينا مثل ما بقولوا. بعد صار كمان انه ما بقى يستقبلوا شو اسمه المنتجات الزراعية اللبنانية، مش لأسباب سياسية، لسبب انه ملوث عم تنشقها بمياه ملوثة من مية الليطانة اللي اندفع عليها 100 مليون دولار لتتنظف المياه، وما تنظفت لا البحيرة ولا المياه، ولا زال هلأ عم بينسقى المحاصيل عم تنسقى من هيدي المياه اللي مصارفين مثل ما بيقولوا. هيدا بيت القصيد كمان. نعم هيدا بيت القصيد. وين راحت هالمصاري؟ يعني مع الوزير اذا بتسألنا وين هالمصاري راحت، بتسألنا وزارة الطاقة، بتسأل مجلس الاعمار وين صرفتوا هالمصاري. نعم. ليش بعد في مياه؟ نعم شكرا. في مشاريع عم تنصام. نعم شكرا. مش
هاي مشكلة كتير كبيرة، لأنه المواطنين يعني بدون عم نحكي بالزراعة وبدون يأكلوا زراعة سليمة يعني تكون صحية، لأنه طبعا يعني طلع من كم أسبوع عن الحشائش رفضت بقطر، رفضوا استقبال الحشائش من لبنان. عندك اتصالات ولا في كتير اتصالات؟ إذا بتحبي تمرقي كم اتصال وبصير نجاوب عليهم. إيه إيه تفضل علي لندن تفضل. ايه الو صباح الخير ست نوال، لك ولضيفك الكريم. معلش بيستغرب من ضيفك الكريم الحكي اللي عم بيقوله عن المياه، وهو كان عنده شهاده دكتوراه بحول الازمه المياه اللبنانيه، اخذها بسنه 2007. يعني معقول يعني مفروض انه يكون في عنده على الاقل معلومات كامله عن الموارد المائيه واستغلال الموارد المائيه اللي موجوده بقلب لبنان. عندنا ماهر ليطاني مثل ما تفضل المتصل اللي قبلك، وعندك ياها وعندك معامل الكهرباء اللي ممكن انها تعمل من مهر نهر الليطاني. امبارح كمان بمقابله تلفزيونيه في عندك الشيخ الجوهري، يعني فجر قنبله، بيقول لك انه في مشروع كان مقدم لانشاء سد بنهر العاصي. بتعرفي شو نهر العاصي؟ شو هو منه من خلاله توليد بقيمه 50 مليون دولار، بس بقيمه 50 مليون دولار بيعملوا سد على نهر العاصي، ومن خلاله بتصير في توليد كهرباء ببلاش منطقة للبنان كلياته. وبعد لحديث هلا ضيفك الكريم عم يحكي عن الطاقة الشمسية، ما بعرف ليش. طيب اوكي، هذا السؤال الطاقة الشمسية لأنه في عنا مازوت غالي، لأنه بده يسقي المزارع، مع في ترومبات تشتغل على المازوت. ايه طبعا، ما هو هذا كلياته من السياسة اللي عم يعملوها ست نوال، لأنه للاستفادة، يكون في استفادة للكارتيل تبعول النفط. على كل حال يضل انه المواطن اللبناني. طيب اوكي، بس في سؤال لضيفك الكريم ست نوال، كيف في حصار على لبنان على المواد الغذائيه من الزراعه اللي هي الحمضيات والفواكه، بس تجاره وزراعه الحشيشي بعدها شغاله بلبنان؟ انه كيف هيدي يعني كيف لحديت هلا هيدي تاثرت وهيدي مش عم تتاثر؟ اذا بيقدر ضيفك الكريم ايه اكيد رح يجاوبك. شكرا علي، اهلا وسهلا فيك. شكرا. بس الاتصال من وين حضرتك؟ من لندن. ايه من لندن، يعطيك العافيه. انا بدعيك تيجي على بيروت يا استاذ علي، وبتشكرك حقيقه. ايه انت متابع كتير صحيح، وموضوع فهم الواقع المائي في لبنان برجع بقول لحضرتك لازم شوي ترجع تقرا حضرتك، لانه الواقع برجع بقول نحن نعوم على بحيره من المياه الجوفيه، بس لحد هلا ما استفدنا منها شيء. كل السبب يعني طبعا كل السدود انعملت، السياسات الغلط اللي انعملت، وبالتالي اذا ضلينا مكفين هيك ما بيصير، ما بيسوى. وحضرتك مشروع صد العاصي، انا من اكثر اليوم المطالبين اليوم قبل الغد ان يفرج عن هذا الامر، فيما لو كان هناك ناس موقفته واحد اثنين، لانه في مغلوطه في معلومات خاطئه الناس بتبسها انه قد يكون الجانب السوري ضد هالمشروع. ابدا، صدقني ابدا. نحن بعتنا الياتنا ولزمنا وبلشنا نشتغل، وحدا قالنا لا، بنذهب الى اخر الدنيا ونقول لهم انتم غلطين، ونحن يحمينا القانون الدولي انه نعمل سد على نهر العاصي. ولكن القصه مش قصه رماني، قصه قلوب مليان يا استاذ علي، اسمحي لي بعد بس شغلي. اما موضوع الطاقه البديله حضرتك، الكارتيلات عم تخلط، انت عم تخلط عباس بدباس. اليوم الطاقة البديلة، وزير الزراعة لا نقله ولا جمل سوى أن يخدم مواطنيه. أنا مزارع قد أحتاج إلى طاقة شمسية بالبير الارتوازي اللي عم بسقي منه الشجرات اللي عندي حوالي بيتي، وبالتالي لن نكلف الدولة اللبنانية فلسا واحدا. وسأضيفك من الشعر بيت حضرتك ولكل اللي ممكن يكون عندهم هاي الأسئلة. لا، نحن اليوم هناك شفافية مطلقة، الهيئات المانحة هي من تدير هذه الملفات ماليا، ونحن نشرف على هذا الأمر بالتخطيط والتنفيذ. نعم، على كل حال يعني بس خلينا ننهي. بس موضوع الحشيشي كمان، عفوا، هلا في قانون طلع عن القنب. قبل القانون هلا في مراسيم تطبيقيه له لزراعه القنب الهندي، لانه كمان لمره واحده. اصلا دائما في كل دول العالم التجاره المخدرات هي عابره، وبالتالي هي متفلته، والدول كل الدنيا تحاول ان تضبطها. بين المكسيك حضرتك والولايات المتحده الامريكيه اطنان ما بتمرق هذا. هل يا ترى انه هاي الحكومه الامريكيه والمكسيكيه تسهل هذا الامر؟ اكيد لا. وبالتالي موضوع الزراعات الممنوعه اشدد انها ممنوعه جدا، ونحن نطلب ان تنتهي اليوم قبل الغد، ولكن هذا واقع مرير يجب ان يكون هناك بدائل. البدائل هي في موضوع القنب الهندي الصناعي في تحريم الزوجين. نعم، على كل حال يعني السلطه طبعا اللي كانت حاكم الوزارات اللي صرفت يعني الدعم على بلا طعمه، خلينا نقول على اللبناني، لو تخصص بس بعض الدولارات لاستيراد
مستلزمة الزراعة الأساسية وتطوير شبكات ووسائل الري واستصلاح الأراضي. يمكن ما كنا عم نحكي هلأ بالملف الزراعي مع الوزير، يعني بتتحمل طبعا الوزراء المتعاقبة يعني وزراء الزراعة اللي هني منتميين إلى حركة أمل طبعا، يعني ما كانوا بيوقفوا بوجه الدعم وبيطالبوا للمزارعين بتأمين مستلزمات لقلهم ووسائل استصلاح الأراضي والري، يعني هني مقصرين كانوا. سؤال كتير وجيه صحيح، بس بمقابل هاي الحكومات حضرتك كان فيها كل الناس. نعم. وهي الناس ليه كانت ساكتة وقتها وليش كانت مغمضة عيونها وما كانت شايفة؟ كمان يعني ما سمعنا أصواته. ما هو بالضبط، يعني بحكيكي أنا يوم اللي كان كل الأطراف اللي هم اليوم هي في جنة المعارضة، شفتي قد صار الفرق؟ نعم. كنا نقول جنة السلطة، اسمحي لي ما فيك تسأليني وما بدي جاوب. تفضل تفضل. ما أنت شاطرة. عم نسمع عم نسمعك. فبالتالي كان في هناك حكومات من كل الألوان، فيها القوات والكتائب حفظ وفيها حركة طلعوا من الكتائب لأنه ما طلعوا منها لأنه هلأ لأنه خروج آمن. لا لا هو خروج آمن لأنه صارت الأمور شافوا الانهيار قبل، يعني إذا بدك لحقوا حان يفزوا من المركب. بس اسمحي لي لي وقتها ما كان يطلع الصوت يقول بدنا ننمي الزراعة وين ما هو أمور. وزير الزراعة لازم يطلع صوت، ليش بدك تحمل الباقيين؟ ممتاز. ما أنتو طيب كنت... بالصناعة شو نعمل؟ بالطاقة شو نعمل؟ بالشؤون الاجتماعية شو نعمل حضرتك؟ ايه ما جاوبيني. نعمل نعمل بالصناعة، نعمل مشاريع كتيرة. وين الصناعة بلبنان؟ هلا يعطيه الف عافية استاذ جورج، اتمنى عليك تستضيفيه لو معي. ايه ايه على الاكيد. بيقول لك قد ايه الواقع مرير، لانه كمان كان في اخطاء صعبة. هلا وصلنا لهون. كيف بدك تحسن يا معالي الوزير؟ انا بدي اشكرك لانه اذا بدنا نجلد الزيت. لا لا نحن مش عم نجلد بس لحتى نعم. نقول انه هالدولارات الداعمة هيدا موضوع كتير مهم. موضوع الدعم لانه الدعم هو وصلنا لهون حضرتك. نعم. هذا مفهوم الدعم. هذا اللي خلينا نوصل لهون، وصلنا الى الانهيار. نحن مش على الحافي، نحن هلا بنرجع من الانهيار. طيب. بس اليوم عندك عناوين كثيره عم تشتغل على اللي ما في تحسين. اول شيء شو رح تعملت على الاردن وشو جبت معك؟ ايه ممنونك. انا اليوم الجميع يعلم انه في ازمات، بعض الازمات بينه وبين بعض الدول العربيه، المملكه العربيه السعوديه على راسها. نحن من كمان عبر صوت لبنان ادعو لاطيب العلاقات مع المملكه العربيه السعوديه التي دائما وقفت الى جانب لبنان. وبقول لك وباكد لك نحن نستهدف فتح أسواق جديدة لن تكون بديل عن السوق الخليجية بشكل عام والسعودية بشكل خاص. نعم. لا لشيء إلا لأنه نحن متأكدين أن العلاقات اللبنانية السعودية أكبر من هذه الأزمة التي تمر بها، وبالتالي سنعود بإذن الله وستعود أسواقنا مفتوحة إلى الإخوة السعوديين وسيعودون إلى ربونا، وسنذهب إليهم بتفاحنا وبنجاصنا وبالمون اللبنانية وبأيضا الحمضيات والموز. هذا أولا. ثانيا نحن مشكورين الإخوة الأردنيين، الإخوة المصريين، الإماراتيين، فتحوا لنا أبواب على مصراعيها. اليوم نسبة التفاح عالية جدا التي صدرت ولله الحمد. موضوع الحمضيات أيضا، موضوع الموز، لم يبقى لا يوجد كساد. وحضرتك إذا عم تحاولي اليوم تتابعي وتواكبي المصدرين والمزارعين بالحمضيات عم ينقل فيك في ماشي كسر. الأمور ماشي الأمور لحد هلا الأمور بس منيح إنها بترخص للبنانية ما يعني كساد يعني شغلة كتير منيحة لأنه الأسعار نوائم حضرتك ما بين أن نصدر إلى الخارج وبين أيضا السوق من فرغه. هذا طبعا هي طبيعي جدا في معضلة بهالعنوان هي البطاطا. يعني البطاطا اليوم لازم يكون في السوق اللبناني البطاطا مش سعرها 12,000، يعني عم تتصدر البطاطا الى الخارج بدون ما تكفي السوق اللبناني. إيه وهيدي إيه مش صحيه. بس اقول لحضرتك شغله كمان لنكون منصفين، حتى اليوم مزارعي البطاطا عم يدفع عم يسقي بمازوت وعم يشتري التسميد بالدولار وعم يشتري البذور بالدولار، وبالتالي حتى تكلفه المنتج عنده عم تكون عاليه، وهذا الامر بده يوصل ينزاد عليه 2000 او 3000 ليره بيوصل للمستهلك بهذا السعر. شو الآلية؟ برجع بقول لحضرتك نحن نعمل ايه. بس هيدا سؤال سألنا انه عم تتصدر البطاطا لبرا مش عم تكفي السوق اللبناني، هل هذا الشيء صح؟ ايه لا ابدا لا. نعم. برجع بقول لحضرتك بالعكس، نحن لو صدرنا بعد اكثر لانه المنتج السوق اللبناني معروف قد ايه حجمه قد ايه بياخد. اليوم نحن البطاطا العكرية نحن على بعد ايام انها تنزل، نحن عم نخلي يفوت اي حبه بطاطا ليه؟ لانه التزاما بالرزنامات الزراعيه اللي نعم. بين تربط العلاقات بينه وبين الدول الشقيقه والصديقه. خليني افتح مزدوجين حضرتك هون لاقول في موضوع قطر. موضوع قطر هناك بعض الحشائش بتصدر الى قطر، بعض المصدرين حلت ما عم يلتزموا. نعم ما عم يلتزموا يعملوا فحوصات، هيدي حنمنعهم. واليوم بده لازم يكون عندنا تواصل اليوم وبكره مع السلطات المختصه يمنع منعا باتا أن يخرج أي منتج لبناني دون أن يكون هناك فحوصات، لأنه عندنا فحوصات مخبرية يعتد بها عالميا، وقد نكون نحن بالمرتبة من المرتبة العشر الأوائل في العالم الملتزمين بهذا السقف العالي. ماذا عن السوق اللبناني؟ السوق اللبناني أيضا بدي أقول فحوصات، لأنه لا. مثل ما قلنا هلا بسياق الحل اتصل مواطن وقال لك أنه مياه نهر الليطاني صرف عليها المليارات. حضرتك مياه نهر الليطاني يعطيهم العافية اشتغلوا
بس برجع بقول لحضرتك اليوم اذا ما كان العمل مستدام وفي شراكه، ما في يعني وزاره يعني المصلحه الليطاني لوحدها ما بتقدر تعمل شيء، بمعنى لازم تساعدها. صرخت كثير اليوم البلديات اللي موجوده على الضفاف، في تعديات حتى من قبل بلديات حضرتك، هيدي لازم اليوم وزاره الداخليه وزاره العدل كل الوزارات المختصه لازم لمره واحده يوقفوا هذا الامر، لانه برجع بقول لحضرتك ارتفعت نسبه الإصابات بالسرطان في منطقة حوض الليطاني بطريقة مخيفة جدا. حرام، نحن أصلا ما بيسوء معيب. انتو بتعملوا فحوصات للي بس عم نصدره لبرا ولا كمان للمزرعة؟ بدنا نبلش نعمل للداخل لأي حدا، يعني هيدا كثير مهم. نعم. طبعا، لأنه ما بيسوء أنه كيف أنا بكون ضنين أنه المستهلك الخارجي يكون البضاعة مرتبة والداخلي مش مرتبة أو مضرة بصحة الإنسان. بس برجع بقول لحضرتك افتحي لي مزدوجين أرجوكي وللسادة المستمعين، صحيح عم يكون في شحنات فيها إشكالية، ولكن حضرتكم عم من 500 إلى 600 ألف عم نحكي شحنة. عن شحنة أصدقائي 500 ألف شحنة عم يطلع شحنة أو تنتين حقيقة، حتى عم يجينا من دول متقدمة أوروبية وغير أوروبية بعض الشحنات وعم نوقفها ببور بيروت ومطار بيروت ونرجعها لأنه بيكون فيها إشكالية. بس ما بيتناولوها بالإعلام، نحن عنا بيتناولوا لا، حتى عنا لازم نتناول اللي بيكون جاي حضرتك، لأنه ضروري نكون شفافين. هيك أسئلة سريعة، في تخوف كمان من سيناريو إخفاء المنتوجات الزراعية واحتكارها لبيعها بأسعار خيالية، هيدي مهمة وزارة الاقتصاد بدنا نشتغل عليها هيدي نحن. نعم، هيدي لازم أصلا ما يصير هذا الأمر. طيب حكيت عن الأسواق ومرقت كلمة مغاربة، يعني السوق المغربي العربي. يعني عندك المغرب، تونس، الجزائر. نعم. حتى الآن لا تربطنا من سنوات أي علاقة زراعية تبادلية بينه وبين هاي الدول. فيني أسأل ليش؟ فيني أسأل ليه مغيبين المغارب العربي بأمه وأبوه؟ هلأ مش الحال؟ طبعا بلشنا نتواصل السادة السفراء، وجهنا كتب إلى الوزارات المختصة، وكان لي تواصل مع بعض الوزراء الإخوة في هذه الدول. نحتاج أن نكون اتفاقيات إطار، وإن شاء الله أيضا ينطبق هذا الأمر على باقي القطاعات إن كان صناعية أو تجارية أو سياحية. وأيضا بدي زيدك من الشعر بيت لو سمحتي لي، طبعا أنا عم قاطعك كتير. اليوم شريك أساسي اليوم في الإقليم هو تركيا، نحن تواصلنا مع الوزير التركي وقدموا كل دعم، وإجا السفير سعادة السفير شرفنا بزيارة، وسيقدمون دعم مطلق في هذا الإطار، لأنه حقيقة حضرتك بتعرفي أنه المنتجات التركية بنفس الوقت تقريبا نتشابه كثيرا، ولكن هني عندهم بيع طويل في هذا القطاع الزراعي، سنستفيد منه إن كان في القطاع الحيواني في القطاع النباتي وأيضا في الثروة السمكية. معوض الخسارة؟ نتمنى من كل القلب. من خسارة يعني خسارة السوق الخليجي بتعوض يعني كل هالأسواق اللي عم نفتحها. برجع بقول لحضرتك مبارح كان في أزمة كتير كبيرة بين الإخوة القطريين، اللي فخامة الرئيس كان مبارح بقطر. نعم. وكان في هيك إيجابية كبيرة من سمو الأمير وفخامة الرئيس، كان في أزمة كتير كبيرة بين المملكة العربية السعودية والرباعي العربي وبين قطر، صح؟ نعم. انتهت ولا لا؟ اسمحي لي. انتهت. طيب، وبالتالي كل تعصف أزمات دبلوماسية بين الدول، ولكن تعود الأمور إلى ما كانت عليه عندما تحلحل وترتب الأمور، ولكن على طريقة حقيقة مستدامة، لأنه يجب أن نعمل ضمن مفهوم الدول. لا، طيب مفهوم كيف رح تطوروا التبادل التجاري بينكم وبين الأردن؟ بينه وبين الأردن ممتاز جدا التبادل التجاري، عندنا رزنامة زراعية نحترم. الأخوة الأردنيين جلالة الملك عمل توجيهات مشكورا في موضوع أن يرفع سقف كل المنتجات اللي بياخدوها من عندنا. أبعد من ذلك معالي وزير الزراعة الأردني عندما كنت في الأردن قال لي شوفي هاي حضرتك قدي مهم جدا الأخوة والترابط. قال لي أنتوا اليوم مأزومين ماليا، فيكن تاخدوا من عندنا، ناخد منتجات نحن، فيكن تاخدوها، وإذا ما فيكن تدفعوا بالدولار نحن فينا ناخد منتجات لبنانية مقابلها. نعم. حضرتك هذا الأمر كتير 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 مهم أن يعمم يعني ويحتذى حزو الأردن والعراق. نعم. عم نحكي كمان يعني نحن الشاحنات اللي عم تروح على سوريا في ضريبة، خلينا ناخذ اليوم بدكم تشيلوها الضريبة يعني بس اليوم بس كيف بدنا نشيلها دخلك؟ أنت بكون أنا وعدين بالستوديو ولا لازم نحكي مع السوريين؟ ليش ما بتحكوا مع السوريين؟ ممنونك، شفتي كيف؟ ما أنتم بتحكوا مع السوريين؟ لا، مين أنتو؟ أنتو قصدي كفريق سياسي؟ نحن ما المشكلة أصلا مع الفريق السياسي اليوم، اليوم المشكلة يجب أن يكون هناك ذهنية تقول بأن العلاقات بين الدول لا تحكم من خلال أنه اليوم بسمني وبكره بزيت. أبدا، حضرتك كما نعلي الصوت أن تكون العلاقات طيبة مع كل دول العالم ما عدا إسرائيل وهي عدو لكل اللبنانيين، اليوم نقول أن الخاصرة السورية ويجب علينا أن نتعاطى مع السوري ونتحاور معه، وإن كان راح وزراء من الحكومة السابعة على سوريا، ما بيكفي حضرتك، راحوا إجوا، ما بيكفي حضرتك، تعرفي ليش؟ لأنه اليوم الحكومة السورية بالأمس كانت عم تاكل كفوف، لأنه كان في حرب وكان في حرب شعواء. اليوم كل اليوم الأوروبيين وحتى الأمريكيين بيقول لك أنه سوريا انتصرت،
جماعة بعضهم واقفين على عجليهم، وبالتالي اليوم واجب أن نتخاطب مع الحكومة السورية بما يضمن مصالح اللبنانيين حضرتك، لأنه عم يدفع 2600 دولار على الشاحنة لتفوت على العراق، بس كتير يعني عم يتضرروا المزارعين كتير. نعم. 600 دولار على الأردن. نحن عندما نتحدث ونحن على فكرة فاتحين قنوات اتصال على أن يكون هناك زيارة قريبة جدا لتزيل هذا الأمر، وطبعا كان هناك لفتي من الحكومة اللبنانية ما قبل الجلسة الأخيرة، كلف وزير النقل وزير الأشغال عفوا بأن يتحاور وليس يتفاوض، لأنه ما عندنا أي اشتباك ولا أي أزمة بهذا الأمر مع العراق مع الأردن مع سوريا ومع مصر في موضوع حركة الترانزيت، وإن شاء الله سنصل إلى خواتيم إيجابية لما فيه أولا مصلحة لبنان. خلينا نكون هيك شوي أنانيين كلبنانيين لمرة واحدة فقط، ننطلق من مصالحنا أولا كلبنانيين كل اللبنانيين، وبعدين ننطلق إلى الخارج ونصير شوي نحاول نوائم ما بين مصلحتنا نحن كوطنيين كلبنانيين وبين مصلحة الآخر. رقمي بينتهي ب407 إذا بعدك معنا تفضل. ألو. إيه نعم يعطيكم العافية. يا هلا. يعطيك العافية. أنا بدي أسأل معالي الوزير، هل كان الإمام موسى الصدر يرضى أن يمنع مواطن من استخدام أرضه؟ بدي أسأله هالسؤال بس. أنت مين منعك تستخدم أرضك؟ أنا معي أنا اشتريت من 15 سنة 35 ألف متر أرض بالشوف، فيها 400 شجرة صرو هيدا الصنوبر البري، موظف فوق ببيت الدين زور التقرير قال 77 ألف شجرة فيها، وجبت الوزارة وتأكدوا أنه ما فيها الحدد، وهني 300 إلى 400 شجرة، لا رضوا يعطوني رخصة تشحيل ولا رخصة تنظيف ولا رخصة زراعة ولا من يحزنون. توجهت إلى رئيس البلدية أعطاني رخصة استصلاح، وهجمت لنا أجهزة الدولة كلها بأوامر عليا ومنعونا من استخدام أرضنا، وحتى في وزارة في موظف مندوب الحاكم فوق منع الوزير أنه يعطيني رخصة. شو مندوب الحاكم يعني وزير عفوا؟ مين الحاكم يعني شو قصدك؟ شو بتقصد هالكلام؟ هل يجرؤ الوزير حاكم أنه يعطيني رخصة لاستصلاح أرضي بدون استشارة الزعماء ولا لا؟ عفوا بس بس لا معليش معليش يعني خليني يعطيني رخصة. مساء صباح الخير اول شيء حضرتك، ما حبيت تقول اسمك، انا بتمنى تحت الهواء تسجل رقمي هلا على الهواء وكل المواطنين يسجلوا رقمي ب 8171 6030 اذا بتريد. سجلته؟ نعم نعم سجلوا عمل معروف. ايه وتواصل معه اذا بتريد تواصل معي، هي مشكلة بدها حل بدها وقت كتير. انا مش بس لاجرؤ، انا اجرؤ واجرؤ سقف القانون حضرتك، تحت القانون انا وياك بنوصل لاخر الدنيا. نعم القانون بشحطه ما فيني اعمل له ولا انت. ولجنة المساحة هونيك سرقت من ارضي 35 الف متر 1500 متر وما وصلنا لمحل بالمحاكم لانه الحاكم هونيك هو بامره هو من مين الحاكم بامره؟ مين الحاكم بامره؟ ذلك في لبنان الاستاذ وليد جنبلاط باسم وليد جنبلاط كله هيدا عم بيصير. طيب نعم شكرا لك. قبل حضرتك بس كمان عم يستخدم اسمه من هؤلاء الرعاه اللي تحت ايده. اسمح لي شكرا لكم. اسمح لي بس اقول شغلي، حضرتك بتشرف تحكيني وبترتب ملفاتك بتجيبه معك اذا بتريد، بنقعد بنحكي بنشوف وين لك حق لازم تاخده وين ما لك حق بنقول لك ما لك حق ومنعلل هذا الأمر، وأنا بخدمتك. وبالعكس الشفافية هي عنوان أساسي لكل الناس، أما فيما خص أنت اليوم وانحطت الأمر أنا برجع بقول لحضرتك إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ليس دفاعا عن معالي الوزير الزعيم وليد جنبلاط، لكن علينا أن نتبين دائما. شكرا لك. شكرا لك. بدنا نرجع لضيفنا وزير زراعة بس الحاج حسن، يعني سوء التصدير هل برأيك بسبب دخول لبنان باتفاقيات التجارة الحرة يعني والموافقة على تحرير التبادل التجاري مع أنظمة اقتصادية كبيرة ومختلفة، يعني ليش ما كانت كل الأسواق مفتوحة لأنه منا السوق الأوروبي مثلا ما فهمت هلأ بسبب اتفاقيات؟ ايه. لا أبدا أبدا لا حضرتك، نحن كل ما عملنا اتفاقيات بيننا وبين الدول مهما كان اقتصادها حتى مع الصين ما فيش مشكلة. ولكن برجع بقول لحضرتك دائما الدول تتعاطى بمنطق المصالح بمنطق هيدا الخسارة. لا الاتفاقيات المعقودة بين لبنان معظمها هي جيدة، هي مربوطة دائما ضمن آلية تخدم مصالح اللبنانية، نحتاج أن ربما نشتشت بعض الأفكار فيها لحتى تتوائم مع المتغير الاقتصادي حقيقة الموجود بالبلد. نعم. حضرتك اليوم إذا صدرنا اليوم بعطيك مثال على الأردن، نحن إذا صدرنا البندورة بالموسم اللي نحن بنكون منتجين فيه
أو أي منتج دائما بتكون مربح للمصدر والمزارع ليه؟ لأنه فرق العملة. أما من 10 سنوات كان الموضوع مختلف، وبالتالي على هذا الأساس نحن نريد أن ندرس كل حالة بحالتها، وطبعا هذا الأمر بالتفاوض والتفاهم مع الشركاء. نعم، في عناوين كتير بدي أحكي عنها. تعزيز الموني من خلال التعاونات الزراعية، اليوم في كتير يعني مناطق هي بتعيش على هالقطاع، قطاع الموني وبتبيعه. كيف عم بتعزز هالشي معالي الوزير اليوم، خصوصا أنه حكيت عن هالشي؟ نعم، بدي أشكرك. التعاونات الزراعية اليوم، العمل التعاوني، مفهوم العمل التعاوني في لبنان مفقود. نعم. نحن نحتاج تعزيز هذا الأمر. أنا أدعو من عبر صوت لبنان كل اللبنانيين، كل الأحزاب، كل الهيئات، كل البلديات، كل من يعمل في الشأن العام، أن يحض كل الدساكر والمجتمعات اللبنانية. نعم. أن يكون هناك تعاونيات زراعية فاعلة، ليس التعاونيات الزراعية فقط بالاسم لمجرد أنه لأنه في شوية دعم نخدنه من فل. نحتاج العمل التعاوني حضرتك، لأنه يؤسس إلى شراكة ما بين المزارع المواطن وبين المواطن السياسي والمواطن المنتخب، وهذا الأمر يخفف كثيرا عن كاهل الدولي. هذا أولا. ثانيا، موضوع الموني اليوم، لأنه الحال الاقتصادي صار بهذا الأمر طبعا. نعم. نحن نحتاج تفعيل هذا الأمر وفتح أسواق داخلية للتبادل الموني. يعني بعطيك مثال، بعض الجمعيات مهمة جدا، ممتازة جدا، وتصدر منتجاتنا إلى الخارج وتشارك في أسواق عالمية، وهذا مفيد جدا، أو أيضا بفوت عملة صعبة على البلد. وثانيا، يعزز دور المرأة حقيقة. لا شك هذا الأمر اليوم، أدعو الجميع من يتحدث اليوم بحقوق المرأة أنه أيضا فعل العمل التعاوني لتثبيت المرأة الريفية في أرضها، وأن يكون لها استقلالية مادية تساعد أيضا في أن تكون هي عامل تطويري للمجتمع، وبالتالي تربي أطفالها بما يرتجى أن يكون فيما بعد هناك جيل جديد قادر على أن يحمي هذا الوطن وأن يكون مساعد وعامل إضافي. وين صار قانون زراعة القرنب الهندي؟ حضرتك اليوم كوزير زراعة ووزارة زراعة عم تشتغلوا على المراسيم التطبيقية، متى ستصبح واقع؟ نعم، حقيقة هذا الموضوع هاجس وهم، وهو سيكون بالقريب العاجل في الضوء. اليوم حكينا مع دولة الرئيس مئاتي، دولة الرئيس بري داعم بالمطلق، فخامة الرئيس بهذا الموضوع. يعني كل اليوم الأفرقاء والقيادات السياسية تريد للقنب الهندي أن يخرج إلى النور. القانون موجود، المراسيم التطبيقية بدأنا العمل عليها، نحن في طور استمزاج الأراء لوضع الهيئة الناظمة موضع التنفيذ ووضع الآليات، لأنه ما بخفيك يا حضرتك هذا الأمر سيكون طوق نجاة للاقتصاد اللبناني، مش بس لمنطقة بعلبك الهربل أو البقاع، لا بل بزيد أكثر حضرتك. اليوم نحن سنحسن صورة لبنان من خلال القنب الهندي، ونصبح دولة قادرة ومساعدة في صياغة وصناعة الأمن الصحي العالمي من خلال هذا المنتج الذي يساعد في أمراض مستعصية كثيرة. وحقيقة اليوم القيمة المضافة التي سيقدمها القنب الهندي المصنع بين مزدوجين من خلال وجود الشركات العالمية للتصنيع، فتح أسواق جديدة وفرص عمل جديدة في كل لبنان، والدورة الاقتصادية بأكملها. حتى بعض الدراسات حضرتك بتقول أنه قد يبلغ قيمة الإنتاج مليار دولار في العام. إن شاء الله. على كل حال، يعني كمان موضوع قصة الحرائق، وين اليوم مراكز حماية الأحراج أنتم مسؤولين عنها؟ يعني نعم. الحرائق اللي صارت، شو وين التوك معالي الوزير؟ والله التوك حراس الأحراج نحن عنا مش كافيين. 50% نحن عنا نقص في مأموري الأحراج، وفي عنا أزمة مأموري الأحراج لحد هلأ لم يفرج عنها. نتمنى أن يفرج اليوم قبل الغد، لأنه بحاجة إلهم. وحضرتك كل ما قعدنا مع رؤساء اتحادات بلديات ومع المحافظين بنقول لهم يا جماعة ساعدونا ولو بالموني لحتى يكون في رقابة من قبل البلديات على التشحيل. وأنا بدي أقول لحضرتك كمان، لتسهيل عمل وديناميكية العمل في وزارة الزراعة، نحن في صدد أن نخفف من مركزية الإمضاءات فيما خص التشحيل. نعم. وأن تكون لدى رؤساء المصالح، ما بدنا نعذب ناسنا لحتى يجوا من آخر عكار ليجوا على الوزارة لحتى نمضي لهم. أبدا، أنا أؤمن بهذا الأمر. يجب أن يكون لكل من يتحمل المسؤولية أن يكون له صلاحية توازي المسؤولية التي يحملها، وبالتالي علينا ساعتها تعطيه صلاحيات وبتحسبي بقدر المسؤولية اللي بيحملها. طيب ارتفاع الأسعار كيف بدك تحلها؟ اجتمعت مع وزير الاقتصاد، ارتفاع الأسعار وين الآلية لتحديد مؤشر؟ نعم. يلتزموا فيه الكل. نعم، هناك مؤشر، ولكن هذا المؤشر العبرة في التنفيذ. هل كل اليوم الناس على الأرض تقف مع هذا القرارات؟ أكيد لا. دائما حضرتك، أي دولة لا يوجد فيها قوة زاجرة
بالأمور بتكون متفلتة. اليوم وزارة الاقتصاد مشكورة، الجهد جبار حقيقة، هذا الوزير بحييه لأنه يعمل ليل نهار، وعنده مدير عام ممتاز جدا دكتور محمد أبو حيدر، بحب حييه وبقول أنه لا نحن إيدنا وإيدكم، بل نحتاج نساعد نضغط على اليوم كل من له رأي في هذا الأمر في تعزيز أن يكون هناك أيضا مراقبين. حضرتك ما في أكثر من 40 مراقب بوزارة الاقتصاد، ما هي ما على مرة استعانوا بالطلاب يمسحوا بلد بكامله؟ أكيد لا، نحتاج اليوم. هلأ في عندي خطة، أنا حقيقة بدي استمزج رأي مع وزير الاقتصاد ومع القوى الأمنية ومع وزير الدفاع، عسى وعلى أن يكون هناك مخرج قانوني لها، وبالتالي ممكن نرفض هذا القطاع ب 400 موظف هني موجودين دجا في القطاع العام وبيقبضوا وهني شاطرين وقادرين يكونوا ضابطة عدلية في آن معا. نعم، في عنا اتصال رقم ينتهي ب 892، تفضل. ألو، صباح الخير. صباح الخير لك معالي الوزير، تفضل. بدي اسأل معالي الوزير بس، معمل الشمندر السكري عندنا بالبقاع هون اللي هيدا بتعيش عليه 40% من العيال اللبنانيه، بيعتبروه هيدا اللي بده يتجوز بده يعمر بيته بده يشتغل. محزن محزن انه محزن انه فكوه يا حضره المواطن، ما بعرف شو اسم حضرتك بس محزن جدا. حسين عاصم اللي بقى، يا استاذ حسين لو انا ترجعوا هلا عم نستورد سكر من برا من الجزائر، عم نجيب سكر. يا استاذ حسين انا حكيت مع معالي وزير الصناعه بالامس وبدنا نعمل إليه لهذا الموضوع، لأنه حرام بحقنا نحن اليوم نحرم هالمنطقة من هذا الرافد والمرفق الأساسي والحيوي اللي كان يساعدنا. يعني أنت هلا كنت عم تحكي عن الجزائر والمغرب، نحن عم نستورد سكر من المغرب من الجزائر هلا. صحيح صحيح. وبدي زيد حضرتك شغلي كمان أنه حتى نحن موضوع القمح بدنا نرجع نفعله، لأنه الموضوع الشمندر السكري من مش عندي حقيقة، بس برجع بقول ما فينا إلا ما يكون كل المواضيع نحن فينا نكون فينا نحكي فيها، وكل هم من هموم المواطن لازم نحمله بغض النظر أي وزارة هي المسؤولة عن هذا الملف. يا سيدي إن شاء الله الله بياخد بإيدك يخليك عليكم، وديروا بالكم على بعضكم هالوزراء وبترحموا هالمواطن. نحن دايرين بعضنا، دايرين بالنا على بعضنا بس ليه عم بتوصيهم؟ ما بدهم توصي، دايرين بعضهم ومكترين. بس بدنا دعاكم، بدنا دعاكم بس. شكرا لك، اهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. رح نسمع البورصه بصوت لبنان، منتابع احنا وياك شوي من مدد الواد، ما نحكي عن موظفي الزراعه مغبونين. ايه طبعا، شو القصه؟ يلا مش هني وحدهم، كل الموظفين مغبونين. صباح الخير. عم بيتم التداول بالدولار الأمريكي بأسواق بيروت المالية بسعر وسطي 1507.5 على الصعيد الرسمي، أما بالسوق السوداء فعم بيتراوح سعره بين 24650 ليرة و 24700 ليرة. أسعار الباريتا على الشكل التالي: اليورو 1.13.25.35، الين الياباني 113.42.52، الجنيه الاسترليني 1.33.16.26، الدولار الكندي 1.27.33.43، الدولار الأسترالي 0.71.61.71، الفرنك السويسري 0.92.02.12. سهم سوليدار أو سهم سوليدار بي ما تم التداول فيهم: أونصة الفضة $22.88، أونصة الذهب $1779.77، وسعر برميل البرنت $71.18. منذكر أن الدولار الأمريكي عم بتم التداول فيه على الصعيد الرسمي بسعر وسطي 1507.5، أما بالسوق السوداء فعم يتراوح سعره بين 24650 ليرة و 24700 ليرة. على كل حال، يعني موضوع القطاع الزراعي موضوع بده ساعات، بس ما نحكي هلا. نحن في رأي جمعية المزارعين رسم طريق للهدف للوصول إلى قطاع زراعي بيتضمن أربع مؤسسات: إلنا السجل الزراعي، غرف الزراعة المستقلة، المصرف الوطني للنمو الزراعي، والمؤسسات العامة للضمان الزراعي من الكوارث. هل مشروع عرض على الوزراء السابقين وما نال الموافقة؟ شو القصة؟ انعرض عليك؟ طلعت عليه؟ خليني بلش بموضوع السجل الزراعي. السجل الزراعي خلال 3 شهور من الآن سيبدأ المزارعين في لبنان بالتسجيل، وبالتالي سيصبح لكل مواطن لبناني نعم رقم وطني
نصبح من خلاله قادرين على أن ننظم داتا حقيقية لوزارة الزراعة، وكم يحدون الأمل أن يكون هذا الأمر معمم على كل الوزارات، إن كان الاقتصاد، إن كان الصناعة، إن كان الشؤون الاجتماعية. هذا الأمر يؤسس حقيقة إلى أن نبني داتا وطنية حقيقية نحتاج اليوم بأمس الحاجة إلى هذا. موضوع السجل الزراعي، غرف الزراعة المستقلة، غرف الزراعة المستقلة نعمل عليها، بدنا نشوف بس إلى أي مدى نحن اليوم لموائمة القوانين وقوننة هذا الأمر بما يتلائم مع الحاجات. موضوع الثالث لو سمحتي قلتي لي على موضوع اللي هو المصرف الوطني للإنماء الزراعي والمؤسسة العامة للضمان الزراعي من الكوارث. نحن عرفنا وقت البرد شو عمل بالقطاع الزراعي، الشتي قبل وقته كمان، أو حتى الشوب الكتير. الأمور مناطة اليوم بلواء محمد خير. لا نحن نحتاج وكم نتمنى أن هذا الأمر يبصر النور، بس إلى أي مدى اليوم الدولة قادرة على أن تنظم وتقوم مثل هكذا مؤسسات في ظل هذا التعسر المالي؟ هذا سؤال. السؤال الثاني والأهم، نحن نحتاج أن يكون لدينا مؤسسات قادرة على أن تواكب وتساعد وزارة الزراعة. وما بخفيكي أنا من ضمن الاستراتيجية اللي حاططها عندي اجتماع، سيكون لقاء شهري مع أكاديميين من كل لبنان، من كل الجامعات الخاصة، ونفتخر بالجامعة اللبنانية أيضا حتى نستمزج آرائهم، يكون عندنا عصف ذهني نحن وياهم، وهيك بعتقد منشكل شراكة ما بين الأكاديميين ووزارة الزراعة، وبيصيروا هن صناع في القرار التنفيذي في البلد، وصناع في رسم السياسي الزراعي. هذا أولا. وثانيا أنا برجع بقول لحضرتك، عطيت رقمي على الهواء لا لشيء إلا لأقول أنه لكل مواطن يعتبر نفسه هو مخبر، هو غفير، وهو موجه، وهو منتقد لوزارة الزراعة وعملها، هيك منحسن أدائنا ونصبح قادرين على أن يكون النقد البناء قادر على توجيه البوصله باتجاه صحيح. في قصه في موضوع الهمش الخضروات اللي بنستوردها بغير موسمها، نعم. يعني هيدا ضبط الاسعار شغله من كثير مهمه، يعني معقول يصير كيلو بندوره 15000 ليره على ابواب الشتاء بدون رقيب؟ اكيد لا. يعني هون طبعا أكيد وزاره حضرتك الاقتصاد، نعم. هلا حضرتك نحن في مؤشر يومي من وزاره الاقتصاد، نحن بنشوف المؤشر وعلى تواصل تقريبا خط ساخن بينه وبين وزاره الاقتصاد، بس نشوف الاسعار عليت. نحن بالرزنامه الزراعيه عندنا معدل من الاستيراد، فينا نعليه فينا نوطيه، وهذا أمر مضبوط الإيقاع ويساعد. بس برجع بقول لك أنه دايما الأسعار تحتاج أن يكون هناك معالجة يومية على الأرض، لأنه بتروح على الحسبة بأي مكان بتشوف الأسعار، في تفاوت بالأسعار. هذا الأمر عم ينعكس عمين على المواطن اللي مشحر مثل ضرب حكايتك وحكايتي، ونحن بدنا نروح بدك تاخذي كيلو خضرة أو لتعمي طبخة ببيتك، بتلاقي عم تدفع 100,000 و50,000، والناس الله يساعد الناس ما عم نقدر اليوم المواطن اللبناني لا يعبي بنزين ولا يعبي مازوت لحتى يدفي حاله ولا يبعد ابنه على المدرسة، والله يساعد اللي بيسخن اليوم ويفوت. ومشكور وزارة الصحة كل يوم بوجع له راسه لمعالي وزير الصحة بخمسين طلب في سبيل انه هالناس نخفف عنها. حضرتك اليوم الواقع مرير، بس ما بقى فينا نقول نحن مين مسؤول وليش صار هيك. اليوم بدنا نعالج الامر هلأ قبل بكرة. طب كيف بدك تعالج العاملين بالقطاع الزراعي اللي مش عم بيقدروا يتطببوا لأنه ما في تغطية صحية؟ والله بدي أشكرك على السؤال، وبدي حيي كل اليوم عامل في القطاع الزراعي أول شيء، وبدي حيي كل من في الإدارة اليوم في وزارة الزراعة. ليه؟ لأنه عم يجي، وصدقيني أحيانا بيكون مفروض عاملين نحن تقسيم مثل بباقي الوزارات، يعني يومين بالأسبوع بيجي موظف، وفي موظف آخر بيجي يومين، في بعض الموظفين بيجوا بشكل يومي وبيدفعوا 1.5 مليون تقريبا بالشهر بس بنزين ليوصلوا. بدي أتشكرهم. بس كمان حضرتك رغم هذا الضائقة الاقتصادية والاجتماعية، معيب بحقنا أن يتهجم اليوم أحدهم، ما بعرف شو هالقبضاي هيدا، على موظف وزارة الزراعة موجود في المصنع يقوم بواجباته. هلا هي صارت جديدة امبارح. ايه امبارح، نعم، على اكمل وجه، وبيفوت خمس اشخاص بيعنفوه بيضربوه، وبالتالي هني شو مين المخلصين جمركيين على الاقل؟ نعم نعم، مخلصين جمركيين لمين تابعين؟ ما فيك تقول لمين تابعين، بدك تقولي هي الزعرني لازم توقف بغض النظر. كيف بدك تعالج هالموضوع؟ حكيت مع معالي وزير العدل، بحييه عبر صوت لبنان، هذا الرجل العصامي، هذا الرجل اللي نحترم ونقدر القضاء اللي هو احد اعمدته. الرئيس هنري وجه بهذا الاتجاه أن تكون التحقيقات شفافة وتوقيف هؤلاء الجنات. أيضا حكيت مع سعادة المدعي العام في البقاع، كمان أكد لي أنه الأمر سيذهب إلى الآخر بهذا الموضوع. أيضا حكيت مع القوى الأردنية. طيب وين توك؟ شو توك؟ ما فيش توك أبدا، بس هو حقيقة صار في خلاف مع الموظف لأنه عم يقوم بدوره كما يجب، وهذا الأمر أدى إلى أنه يضربوه خمس أشخاص. معيب
ما بيصير يعني احنا بدنا نحمي هيدي الموظفين اللي عندنا، هودي ناسنا، هودي اولادنا، كيف الحكي هيدا؟ هل احنا عايشين بشريعه غرب؟ ما بيصير، ما بيصير. لذلك بدنا نأدب اي واحد يعتدي على اي موظف مهما كان هذا الموظف، لانه واصل بهالخبريه للاخر. إيه طبعا الوزير. طبعا هذا السقف، حضرتك بقول سقفنا القانون نحن، وانا مأكد انه اللي قاموا بهذا العمل نعرفه من النت. طبعا طبعا سيسلمون القضاء او يسلموا انفسهم، وبالتالي حتى بتتدخل يعني السياسيين هيك المحميين، لازم تتدخل السياسي، بس برجع تدخل السياسي لحتى يسلموهم للقضاء والقضاء ياخذ مجراه بكل سرور. بالعكس نحن هذا الامر صحي جدا انه يكون التعاطي بهي الذهنيه. نعم خلينا ناخذ اخر فويس مسج ومننهي. صباح الخير، بس بدي اسال ضيفك، البطاطا المستغلين ظروفها اللي عم تجي من فرنسا اللي جيبوا لنا اياها كلها بطاطا بهدلت البهدلات للزراعه، ولا عارفين قديش طن، ولا عارفين كيف بدنا نزع والعالم تاكل بطاطا السنه، والمواد السامه والمواد الكيماويه والمواد هذا كليته لا له علاقه الدوله فيه. يعني ليش الدوله ما بتستلم هيك لتعطوا للتجار ويستغلوا الظروف ويبلشوا الفرق؟ ايه يعني هلا هي قصه البطاطا يعني هي الدوله ما بت اذا اجى يعني بطاطا اللي يزرعوها من الخارج، ما الدولة ما بتفحصها؟ طبعا في فحوصات حضرتك، وممنوع يفوت حبة أي أي أمر مدام يفوت. نعم. بده يؤكل إن كان لحوم أو كان نباتي، بده يمرق عبر الفحوصات في مختبراتنا، إن كان بكفر شيما أو كان بمراكز الأبحاث أو المراكز الخاصة. وبرجع بقول لحضرتك تأكيدي مرة أخيرة، لا يمكن لنا أن نتحقق من أي أمر هيك بتنكب إشاعة بالسوق. لازم تابع حملوا تليفونكم واتصلوا على وزارة الزراعة ولتتأكدوا وشوفوا الأمور إلى أي مدى نحن نؤسس لمرحلة أن يكون هامش الخطأ 10%. معالي الوزير، يعني دايما كل وزير بيستلم وزارة بيجي بيوعد وبدي أعمل وبدي أعمل. أنا لا لا بس بيرجع بيقول ما خلونا أو ما قدرت أشتغل أو من وراء الموازنة. كيف بدك تطبق اللي قلته اليوم بهالحلقة؟ حضرتك اللي بيقول إنه ما خلونا، مين اللي ما خلينا؟ راجح مات يا مدام، راجح وهي الشماعة خلصت. نحن اليوم كلنا قادرين أن تضيء شمع خير من أن تلعن الظلام. حضرتك اليوم بس توقفي ورا هالميكرو وتحكي لو كلمة حقيقة بس، بتكوني عم تخدمي الوطن. وأنا اليوم كوزير لو بقدم خطوة وحدة بوقف انهيار بمطرح معين، بوقف تسرب بمطرح معين، ما بقول له فساد. أنا حضرتك بنكون نحن عم نأسس لمطرح، لو أنصفنا شخص مزارع واحد بنكون نحن عم نعمل حقيقة. الحقيقة أنك ما تطلقي شعارات وما تكوني أدى، الحقيقة هي الواقعية، تطلعي بالمرايه وتعرفي حالك. حضرتك أنا بس أرجع عبيتي ست نوال، عندي طفل، أنا بس أطلع الله يخلي لك أولادك وحبايبك ويخلي كل أولاد المستمعين، بس أطلع فيه صدقيني بيكبر قلبي. بتعرفي ليش؟ لأنه بحس أدى أنه أنا عم بقدر أخدم وطني فيكبر فيها الطفل ويعيش ويشوف حاله بهذا الوطن. ما فينا نحن وطننا بيوتنا كليتها، حضرتك معلش لو كان حزين الأمر، بيوتنا كليتها صارت شنط مخبية وناطرة تفل. لا نحن لازم نضل هون، عم نموت وناطرين لحتى تنفرج. هلأ بدنا نشتغل أو بعدين ما بيعود فينا. وكم أتمنى أنا يكون بصباحاتك وصباحات كل الإذاعات اللي بنشوف حالنا فيها والتلفزيونات يكون في هيك لو دقيقة أو نص للزراعة، لحتى نحكي، لحتى نحبب الناس بالزراعة، نحبب الناس بمنتجاتنا. لأنه صدقيني إذا ما حبينا حالنا ما حدا بيحبنا ولا الله بيحبنا. وبعدين هذا الأمر سأعمل عليه مع معالي الوزير الصديق الحبيب الإعلامي المتميز جورج إرداحي على أن يكون هناك مشروع وطني في هذا الأمر لخدمة وزارة أو نحن سبقناكم عبر صوت لبنان. عنا يعني اليوم هندسين زراعيين بيطلعوا عبر الهواء على الموجة سوا مع زملائنا يعني باتريسيا وسيدة سابقين الكل. أي عسابقين الكل، وعم نحكي كمان عن القطاعات الزراعية وكيف فينا نساعد الناس. عجبتوا شكرا لك معالي وزير الزراعة عباس الحش حسن، أهلا وسهلا فيك عبر صوت لبنان. شكرا لكل الأصدقاء المستمعين، ما تواخذونا ما قدرنا أخذنا كل الاتصال، دايما بكرر هالشي. كنا لايف فيسبوك عبر صفحة صوت لبنان فويس أوف لبنان 100.5. لكم أطيب أمنيات وتحياتنا، واللي شعبو دريدة غانم والمخرج رودري. نمنوم. إلى اللقاء. كلمة محلة بتنزل حفر، نقطة نقطة بتحفر صخر. كلمة محلة بتنزل حفر.